السلام عليكم ومرحبا بكم في سميرة تي في. شكون هو الشيف سيزون 2؟ سامي هو اللي شد جوكر. بصح على بالي ملي سامي سي ان سبورتيف ما غاديش يطلق. قدامه وهبه، سفيان وفريد. بصح شكون فيهم اللي غادي يرد لي طابليي وشكون فيهم اللي غادي يخسر؟ قعدوا معنا باش تشوفوا لا سوربريز. ديريكسيون لا كويزين. في موسمها الثاني شكون هو الشيف ترجع لكم من مدينة الجسور المعلقة من فندق ماريوت بقسنطينة. 12 متنافس من هواة الطبخ رايحين يتواجهوا في أكبر منافسة للطبخ في الجزائر. حلم واحد لكل متنافس هو نيل لقب أحسن شيف. جوائز عديدة في انتظارهم، هدايا قيمة من طرف براند لجميع المتنافسين، غرفة نوم مهداة من طرف لو جيون دامبلومون لصاحب المرتبة الثانية، وسيارة فخمة للفائز بلقب شكون هو الشيف مع إصدار كتاب طبخ خاص به من طرف ليزيديسيون لا بلوم. خلال 3 أسابيع المتنافسين وجه لوجه أمام لجنة تحكيم صارمة. علاش ما درتش هكا ديريكت؟ شوف هكا في ميساكوبسا ديريكتومون. وطوال فترة المنافسة راح ترافقهم الشيف سامية متخصصة في صنع الحلويات الغربية لدى أكبر الفنادق الفخمة. كما راني موالفة نكون جيست شخص. بلا ما ننساو منشطنا المرح أبدال اللي هو رئيس طهات أيضا في أكبر مطابخ العالم. هذا العام دي باتيسي دي كويزين شكون فيهم اللي غادي يربح؟ بالنسبة للطباخين الهواة هي مغامرة فريدة من نوعها لأنهم ما تعودوش على الطبخ في منافسة تحت الضغط، واليوم رح يشاركوا لأول مرة باش يحضروا أطباق معروفة ومبتكرة. وتبقى الموهبة الإبداع والتقنية هي الصح باش نكتشفوا في هذا الموسم شكون هو الشيف. في الحلقة السابقة من شكون هو الشيف، المتنافسين الأربعة الأولين كان عليهم يحضروا وصفة جزائرية تقليدية اللي هي الكباب، لكن بطريقة حديثة. المتنافسين دشنوا البلاتو وعملوا بجهد كبير وتغلبوا على القلق والضغط. وهبة المتنافسة الوحيدة اللي تعتبر من هواة الطبخ بدعت وحضرت كباب وعليها الكلام، بمساعدة ودعم زوجها سفيان اللي هو كذلك راح لمنطقة الأمان. أما الرياضيين تاع المنافسة كانوا في منطقة الخطر، بما أنه فريد حضر كباب عادي وسامي ما كفاش الوقت باش يكمل، ولجنة التحكيم أصدرت حكمها والجوكير كان من نصيب سامي. واليوم يا سامي راح تعجن المحاجب وتجد العضلات ديالك باش تسترجع النقاط اللي راحوا لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في شكون هو الشيف. نعيطوا للكونديدا؟ علي بسم الله قعدوا معايا الكونديدا دخلوا. هاي كونديدا. علي 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 فريد سامي سفيان ووهبة. صافا راكم زينين؟ انا صحابي غادي تجيو بالسماء. ما جيتوش بالسماء. كنت تقول انا كنت بالسماء طحت كي المش على رجليا. صافا ريحتو وهبة راكي لاباس؟ سفيان الحمد لله. سامي بيون. فريد الحمد لله. سامي انت هو اللي شد الجوكر ياك؟ هذاك الجوكر على بالك في غادي تستعمله؟ بغيت تشوف هكا شي وقت اللي تكون فيها ديفيكولتي نيزيد با رفع الجوكر السما وعيط لواحد من الجوري يجي يعاونك، وتقد تعاود ما تعيطش. لا بغا بغيتش تعيط ما تعيطش، المهم هو عندك الجوكر تدير به اللي بغيت. اوكي اري واش نديرو؟ نعيطو للجوري؟ يلا بسم الله. ا 3 1 2 3 جوري 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 دخلوا. واش الجوري كي راكم لاباس بخير؟ سلام كي راكم؟ صباح صباح شيف سمية شيف حكيم واش راك؟ شيف حكيم ياك؟ شيف سمية
كيراكم ياكلوا مزيان؟ الحمد لله. ريحتوا مزيان؟ الحمد لله. الحمام. الحمد لله. الحمام. هاي رحت الحمام. تبارك الله عليك. انت عندك الوقت نتاع الحمام، حنا نتومروا ونتكروشوا في السماء وكاع. الله الله. لو تم تاع اليوم. ايه. تعرفوه؟ شنو لو تم تاع اليوم يا حاكم؟ محاج. 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 محاج معروف في الجزائر. محاج. ان دي بلا تراديسيونيل ياك؟ ها؟ باش معروف المحاجب؟ المحاجب ياسر لاباط تاعهم هاي معروفه ولا فارس؟ ايه فوالا مسمن ولا فارس؟ ولا فارس ما نحن ولا يعطيك الصحه. كاين بلايص اللي يديروهم هكذا في ويتسو؟ اه نو ولا جلال تخي بيان ولا جلال بلا بالغرس بالغرس عشان تجيب الغرس والقرفه وزيت الزيتون ابسوليمون. وكاين بلايص واحد اخرين بلا في ويتسو بصل وبالطماطم والهريسه والفلفل عليك الكاروت الزروديه والفلفل والبصل هذا كيفاش احنا وصلنا هذيك هي الباط فويتي الباط فويتي وفي هذاك الوقت سي سا لوريجين اون بو دير لوريجين لا باط فويتي باسكو دخلوا لا سمول في لا باط سي سون لي بروميير باط بالسميد بالسميد فوالا اوكي وهبه سفيان سامي وفريد راكم سمعتوا الفكره اللي غادي تجيبوها لنا ولوغو لوريجيناليتي ولا ميزون بلاس نتاعكم وليجيان راه واحد اليوم غادي فيكم يخرج اوكي واخا عطينا الجوكر مره التاليه راه اليوم واحد غادي يخرج راكم موجودين هادي كل واحد يشد البوست تاعه هادي 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 في جو من المرح المتنافسين راح يبداو الاختبار نتاع نهار اليوم اللي يعد من الاكلات الشعبيه في الطبخ الجزائري. واحد زوج ثلاثه كوزيني. ابدل بدا العد التنازلي والمتنافسين انطلقوا لطاولات العمل لازم يزربوا. كي دخلت البلاطو مش كيما البارح. شو اليوم دخلت تاع كومبا يكرم المراه او يوهان نديها ما فيهاش. هزيت الفارينة تاعي والدقيق رايح يكمل يدلكها بيدو. الامور راهي تتعقد لصاحب الجوكر مع بدايه المنافسه. بيتران طاسطح يتحرك كي بدات لاباط الدور. الحمد لله كل شيء راه يمشي على ما يرام. ممكن كانت هذيك راح تخرجني من المنافسه خلاص. هو كي جا عاوني حط لي الاخر سي بون عاود رجعني ل وسلك المؤمنين يا درا كيفاش راح يخرجوا المحاجب ديالو. لا روسيت تاعي فيها سميد وفارينه. هذه هي لا روسيت اللي نخدموا بها في الدار واللي وراوها لي وملي مرتي اشاك فوا دير المحاجب دير الميلونج هذايا تاع فارينه وسميد.
عيسو فريد من جزائر العاصمة، 33 سنة، أعزب، نشتغل في محل حلويات أوتونكو باتيسي. هو ندير كل الأطباق، لكن الاختصاص تاعي نحب نميل شوية للحلويات الشرقية. أنا زدت في عائلة احتضنت يعني في الطبخ، عندي الوالدة يعني الله يبارك دير لا كويزين لا باتيسري، ونحييها على كل حال في اليوم هذا إن شاء الله. كاين أمور ديتهم عليها يعني، والأمور هذوما هما كما نقولوا حنايا لا باز. درت فورماسيون تاع لا باتيسري وتحصلت على الشهادة، ومن بعد زد دخلت الكاترينغ. كاترينغ هذا فيه يعني لو سيرفيس اوتيلري. انا نحب الطبخ، نحب يعني لا كويزين، نحب لا باتيسري، نحب لو سبور. سبور يعني نحب ندير جيمناستيك، انا اونترينو تاع جيمناستيك. كونغ فو نحب ثاني، الفيات فوداو. بالطبع الرياضه تربط يعني كلش، كل الفنون. الانسان يكون في لا كونديسيون فيزيك تاعو مليح، يكون اون فورم، يكون في العقل سليم، في الجسم سليم كما نقولوا، يكون الانسان يعني ستابل في حياته. سجلت في حصه شكون هو الشيف، رحت درت الكاستينغ تاعي، ومن بعد عيطوا لي قالوا لي يعني لاباس ما شاء الله روح تجوز معنا، و يعني تكلت على ربي وجيت. الهدف تاعي من المشاركه انه انسان تكون عنده خبره، انسان يعرف ناس، انسان يطلع النيفو تاعو. نقول للمتنافسين اللي راهم رايحين ياخذوا المسابقه معايا باللي عيسو خلونا نشوفوا واش هي الأفكار الجديدة اللي رايحة تميز محاجب كل متنافس. بعد ما دلكوا العجينة وخلوها ترتاح، نجوزوا لتحضير الحشو اللي اختاروا كل متنافس. الشباب ديالنا سبقوا كامل وهبة اللي مازالها لاتية بالعجينة ديالها باقلها كم داب. فريد راه يخدم آليز، راه يقطع في الطرشي وفي نفس الوقت يقلي في اللحم المرحي وزاد له البصل الأحمر. الرياضي سامي راه الاول كيما عويدو، ما تتقلقوش ما زادش لقى مشكل مع الغوبو. كمل تحضير العجينه وراه يحضر زوج انواع من الحشو، واحد بالدجاج والاخر بالثوم. درت ان فورس اللي نعرفوها تاع المحاجب جينيرالمون، اللي هي البصل على الثوم ولي زيبيس والطماطم. درت ان كوتليت باش ندير فيها لوغو تاع الشحمه تاع الكوتليت، عاود قسمتهم في زوج، وحده درت فيها الطون وحده درت فيها الدجاج. كاش مره كليتو محاجب حلوين. ايبان سفيان راه يحضر حشو بالتفاح. قبل ما نكارميزيهم دونك حطيتهم في لابوال اسيك، ما درت لهم ني سكر ني بور ني ريان دو تو. درتهم هذوك لي بوم، ومن بعد كي قريب يطيبوا زدت لو سكر باش ما يخرجوليش، ما يخرجيش الماء تاعهم، باش ما يخليش لا فاي تاع المحاجب. هذه فكره مليحه، تدبيره نقدروا نسيوها في البيت. فريد. نعم. واش تشوفها انت لاباط؟ مال تخدمها هكذا؟ لاباس ياك. واش نزيدوا لها؟ الزيت. الزيت، تخي بيان، يعطيك الصحة. ندير بالك لك فاني الوقت، إن شاء الله ندير لاكريم شي بوست. إيه. الفروي هذا في ثلاثة. إيه. ها؟ عندنا الخوخ والفراز. فراز و. لزنانة. لاباط نتاع المحاجب، سكري، بلي فروي. إيه.
عباك بالغلطه اللي درتوها من قبل. زعما انت الخطره اللي تعدات وين كنت؟ كنت في السامبل خلاص. نستناو حوايج توب. ان شاء الله. ياك؟ ان شاء الله. يا معنا على ربي، ربي يوفق ان شاء الله. ان شاء الله. توب. سامي. باللاباط هذه راح تخرج لنا ثلاث أدواق في الصالي. في الصالي. وفي السكري؟ السكري راح نديرو بالاناناس ولي فراز ونزينو بالكريم شونتي والمكسرات. نتمنى ان شاء الله تنجحوا فيهم وتخرجوا لنا حاجه شابه. بالاخص انت ما تنساش راه عندك جوكر زياد. ان شاء الله. داكور، يعطيك الصحة، ربي يوفقك. يسلمك امين. على كل حال اراهم يشهيو. في الوقت اللي وهبة راهي تحضر لو براليني، سفيان راهو حاصل مع العجينة، راهي تلصق. ما تنسوش روحكم، ما راكمش في الدار. هذه منافسة شكون هو الشيف. كي ما صلحت ليش لاباط هكذاك، واش درت؟ حطيتها في العجان الكهربائي. Attention les candidats, 30 دقيقه 30 minutes 30 minutes وهبه 30 minutes اوكي okay allez Sofiane 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 30 minutes Sofiane 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 Sami 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 30 minutes voilà voilà Farid Farid 30 minutes 30 minutes Farid اوكي صافي Farid اوكي صافي لاباس الحمد لله شنو رايك عندي فلاك كومباتيسيون دير لك كومباتيسيون هادو العجينات موجودين شحال تخلي لهم وقت باش يخمروا خلاص نقدر ما يخمروش هادو ما يخمروش روبوزيو برك يتروبوزيوهم اوكي ان شاء الله يرتاحوا برك داكو هادي وشنو هي؟ هادي لاصوص لاصوص داكو باللحم باللحم داكو ان شاء الله وشنو اخر؟ شتي قديت استعملت الهريس هلا؟ درت الحار الحار داكو دوك انت غادي دير حلو ومالح ياك بجوج راك مزيان؟ مزيان لاباس الحمد لله لاباس ندير واحد شويه تعطي شي ها سامي كيراك صافا صافا بيان بيان الحمد لله راك تخليهم ارتبوا على خاطرهم ياك وي وي سامي يلا 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 30 يلا خليك تخدم راك تبان لي شويه
سفيان صافا؟ صافا الحمد لله. اه سا سون بون ايسي. ندوق ندوق بيان سور. ندوق واحد شويه. اه سي بون صح. بنات على فانيل سي بيان. فوالا. اوكي. انت غادي دير حلو ياك؟ جو فيغ سكري. دونك ندير لا فارس داخل هاد لي بوم. ونزيد لهم انا عندي دونك سقوقو وداخل الفور راهي كاين لي نوازيت. والجوز نو حنا نرحيه وحنزيدو مع هاد لا فارس داكور تولي تو فيان فوالا ومن بعد كي ندير لا فارس من بعد حنزيد لهم ثاني كراميل فيرسالي داكور تري بيان سمع هذاك هذاك لي فري ساك تطوي فيهم هنا اجي واجي نشوفو هنا في الفراج اجي معايا هنا هاش هاش داكور غادي غادي نحلاه ونشوف شنو فيه الداخل داكور القرقعه راه هنا والنوازيت داكور سي تري بيان توريفي توريفي ا 200 دغري تري بيان اوكي تري بيان نخليك تخدم على خاطرك اوكي ما نديرونجيكمش بلوس ميرسي وهيبه كي لاباس الحمد لله سنا وهيبه نقلع لك هذا الشيء اون سي جامي طيحي نقلع لك هذا الشيء تستعملي هذه وي غادي ندير لك هنا داكور صح ما بغيناش تطيح نحضيف اه تفيها بخليني شويه وشنو فيه كاع فيه لوز ونوازيت لوز ونوازيت داكور درتي واحد الكراميل هنا وشنو هذا لو سيرو هذا دورونج نو هادو لي زورانج نحي لهم في المروريه هذاك لي مرتو نتاعهم داكور تري بيان اوكي وهذا كراميل هذا كراميل حنا باش ندير نديكوري به لي نوازيت اه راكي مزيانه انت وهذا الكراميل وشنو هذا هذا تحرق انت كي في الحريق كي في الحريق كي في الحريق بون عندك وهيبه اوكي اتونسيون با بغولي سورتو الكراميل بيكون بغولي راه سطروطار اوكي بون خليك تخدمي على خاطرك انت غادي دير حلو فهمتوا مع سفيان نو اوكي كيفاش درتوا هذا في زوج مشينا في سكري بصح هو خدم مع لي فخوي فخي وانا خدمت مع لي فخوي ساك يغز 28 مينوت 28 تراديسيونيل نطيب لا غاسترونومي فرونسيز ايطاليان واحد كيكون باسيوني يعني كل يوم مدى به زبون يكون كل يوم ساتيسفي و دي فوا كاين شويه عياط دي فوا كاين شويه ضحك المطبخ واش يصرا في المطبخ كيما واش يصرا لبرا عندي زميل قال لي بلي كاين ان كونكور حديرو سميرة تي في جيت وبارتيسيبيت للكاستينغ واخترت وراني معاكم ما جيتش هنا باش نشارك برك جيت باش نربح نعرف القدرات تاعي ونعرف القدرات تاع زوجة تاعي ومام هي على بالي بلي قادرة يعني دير حاجة مام سي هي أماتور وما دارتش يعني فورماسيون عندها يعني بضع أشهر من اللي تخدم معايا راهي تعلم بالعقل بالعقل وهذا الكونكور حاجة مليح بزاف ليها وليا ومام طور أنا لله العمل راهو مستمر والمتنافسين ظهر عليهم قوة التحكم في تحضير الأطباق ديالهم بصح الوقت راه يجوز وهيبة كما صرا ها؟ لبس لا هاني حنخدم بهذا حرق تعرفي وعلاش حرق؟ باسكو لي فو قويين لا باسكو درت كاع السكر او ميم طون كي ديري ان كراميل ديري السكر بالعقل تمين بروميير بارتي من بعد تستني حتى يذوب
زيدي اون دوزيام بارتي تستناي حتى يذوب. ناتك نعرف سات. تي برون تو بانسو. ترفدي شويه تاع الماء. ديري شويه الماء داخل الكاسرونه. هذاك سيت اباريس سابيل مويي لو سوكر. باش هذاك ما عندكش هذاك كاع لا كريستاليزاسيون شوفوا. هذاك لا كريستاليزاسيون سابيل ماسي لو سوكر. ومن بعد كاع السكر هذاك يحرق ومن بعد هذاك سي مور سي فيني. كي قالت لي ساميه باللي ولصق لي سكر وتحرق لي خفت قلت خفت لا تجيني لاميرتوم والمروريه تاع الحريق في البخالين تاعي بصح راني مالفا نديرو جافي كونفيونس اون موا وكملت بها هكذاك. لا تون سكر بو موا إلي با سي بي. أيا قفزي 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 علي سفيان واش راك دير نتا؟ اون كاراميل بيغ سالي. ان كاراميل او بيغ سالي في لاكوال. با مال؟ والكاسرونة لا لا. كاسرونة باش حندير كونتيتي صغيرة ولا كريم؟ هايديك. هيك. ولا كريم فيجيتها في الصاف. باردة؟ باردة. تمبيراتور أمبيونت. تمبيراتور أمبيونت. أتونسيون شوك دو تمبيراتور. إكزاكتومون. سا فا ماسي. تون كاراميل يفا ماسي. ديري سخون. توت سويت. شوك دو تمبيراتور، شوك ثيرميك، موفيز إكيليبر دي ماس. لا مارش. ألوغ بيبي إت شاتشو لا لي دو. هوبا. لا tu as fait infuser شويه تاع الزعفران pour qu'il infuse مليح d'accord ديري لا كريم تغلي d'accord parce que le safran il diffuse pas ni sa couleur ni son odeur sur le froid c'est un des rares très bien donc il fait infuser un petit peu à chaud mais pas qu'il يبرد بصح لا tu as pas besoin ما كلت تستنى حتى يبرد parce que tu vas le mettre sur un appareil chaud attention ton caramel il fume là وديرو يغلي liquide dans le caramel ماشي l'inverse pour pas qu'il y ait des éclaboussures. Allez, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Look at Marta Kray, Kharmennak. Ah, fait des desserts à la belle et blé Kharmenné. Aïe, 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 Bibi et Chacho. Aïe, 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 un petit peu de dynamisme là, allez, la raconte de allez, 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 vite. باتيسيير ما لقاش روحو شيف حكيم شيف سليمان الدواء هذه واحد قريبه 20 مينوت ولا 30 مينوت كيفاش راكو شايفين شيف سميه؟ يدي يا دي بيل شوز كاين حاجه شابه بصح بوكو ديغور الكراميل كي فيم اتونسيون بازار وهيبه انا كي شفتها راهي تخدم حاجه تاع الدار بصح ما كانش مازال لوركاليزاسيون سي البازار جدو لا بات فيربا ولكن لو جيست بروفيسيونيل المحنه تاع لا بات فريد حبوا هذاك الجست فريد سمان لا لا شفتي لي كاتر لي كاتر لي كاتر لي كاتر شوف فريد كيبقى يدير هكا بالكوره بيتزا بريوشار هذاك ونخليهم يخدموا على خاطرهم اوكي راهم مزيانين الحمد لله نخليهم يلا
لحظات قليلة تفصلنا على نهاية المسابقة. المتنافسين راهم في سباق مع الوقت. طوي المحاجب يتطلب مهارة وتقنية كبيرة. هذا الارتجاف ماشي وقته، لأن اللحظات الأخيرة من المنافسة تقدر تكون مصيرية. أي كونديدا لي كونديدا بقاتكم 5 مينوت 5 دقائق 5 مينوت لي كونديدا ها 5 مينوت سفيان 5 مينوت 5 دقائق وهيبة 5 مينوت 5 مينوت 5 مينوت 5 مينوت 5 مينوت 5 دقائق 5 دقائق اوكي سامي 5 مينوت علي 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 فريد 5 مينوت 5 مينوت برافو 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 علي بدات في تزيين الطبق بعقلها وقيل نسات باللي راهي تشارك في منافسة شكون هو الشيف. سامي عرف يتحكم في الوقت وحضر محاجب بثلاث نكهات كيما كان مبرمج من الأول. سفيان في اللحظات الأخيرة قطع المحاجب باللومبورت بياس وزاد عليهم صلصة الكراميل بالزعفران. سامي تعلم مليح الدرس، قدر يتحكم في الوقت وكمل قبل العد التنازلي. أي 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 فريد مازال ما بداش لو دغيساج، لي زاسيات راهم فارغين. علي وي بالي علي 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 2 مينوت في الدقيقه الاخرى ثاني دار ليا وقال لي دريسي دريسي لاسيت لازم تخرج معليش قلبي الاخرى. سفيان راهو يحاول يعاون مرتو اللي راهي بزاف متاخره ودريسيها بالاخرى قدرتي على الكوتي. انا ديجا كنت بديت ندريسي بصح كنت حابه نعاود هذيك المحجوبه باسكو تحرقت لي شويه من تحت بصح هو كي قال لي زربي تبعت هضرتو سيتي شغل ان سوتيان بور موا سا ما ايدي. نعم دعم كبير. واش مازال لك؟ كلش. وهبه ما عندهاش خيار اخر، راهي تتبع نصائح زوجها. قلبي الاخر قلبي الدوزيام قلبي الدوزيام. وقت التحدي خلاص. انفان المتنافسين يقدروا يتنفسوا. برافو هيبه برافو سفيان برافو 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 سامي برافو فريد برافو برافو اتوس علي برافو.
يعطيك الصحة. يعطيك الصحة. ربي يوفقك. بابا وهيبة. بابا. مي الحمد لله عجبهم في الأخر عجبهم كلش. سفيان بسم الله خويا تفضل. بسم الله بسم الله. سفيان حضر عجينة المحاجب العادية بحشو التفاح المكرمل والمعطر بالفانيليا، وصلصة الكراميل حضرها بالزبدة الملحة والزعفران، وزينهم بأعواد التفاح. صباح سفيان. الحمد لله. لاباس عليك؟ الحمد لله. الحمد لله. اليوم عاودت وهيبة شوية والتحضير فيها بزاف. عاودت وهيبة مي عاودت سامي. سفيان دار معايا جاست ما نسهلوش خلاص سما بين باللي راهو ذرقاس صح بقول ايش السميه تاع الديسير ياك ديسير بوم كراميل بير سالي وصفران كراميل بير سالي وصفران صفران بجهد بزاف سي لا فاموس غاليت بريتون ياك مع الكراميل بير سالي مع التفاح اكزاكتو انت لعبتها فوالا مع لا تراديسيون الجيريان ياك تري بيان عندك ايه هذا لو بوان تاع هذا الكراميل بيرسالي لو كراميل بيرسالي هذا اللي درتو حبيت نجيب له نكهه جديده ونخلطو مع الزعفران لو غو تاع الزعفران كان خدا كيما يقول لك لو دوسي سور لو غو تاع لو كراميل اتاندي شاما جي غوتي الكراميل تري فور بويسونس دو سافران با تو دوني te rehausse l'amertume de ton caramel. OK. Tes petites pommes, les pommes la granny, c'est très bien. Anna, t'as pris de la golden. La golden. La golden. La golden, elle tient bien à la cuisson. La granny, la prochaine fois, tu prends une cuillère parisienne, tu les fais cuire dans un sirop vanillé, ça va te donner avec un petit jus de citron et tu vas voir, tu auras pas tout à fait cuite, pas tout à fait crue. Tu auras des jeux de texture. Là, c'est un petit peu ringard, hein, ça pour moi. Ça, c'était fait il y a 20 ans, hein, plus maintenant. Hein. C'est vrai. Et ta pâte à mhajib, elle est bien. Anna ravni parce que quand حب يخرج له même هو كان حب يخرج له l'équilibre بين الصفران والكراميل. سامي بسم الله تفضل يا خويا. الاولى كي جيت رايح في الطريق بنتي ما نعرفش من طريق راح نروح بعد ما سامي صباح صباح الحمد لله الحمد لله كيف حسيت راك اليوم عشت الرينغ وعشت رينغ واحد اخر خلاص رينغ دوزيام رينغ اليوم ماك تايزون دوزيام رينغ صح ماك تايزون اليوم كنت مايك تايزون دوك هذاك الجوكر استعملته الدقيقه اللي عاوني فيها عبد الله عاونتني بزاف خلاص الهريسه دوك تاع وي دوك تاع كي جاتك صافا ما بغيتش نديرها في لافارس حره انا ناكل حاره انا ناكل حاره ناكل هذاك البيمون وازون ناكله ما نخافش انا بالحاره جينيرالمون نقولوا الحاجب حارين journal. T'as connu la belle idée ? Exactement. Yemma. Je te donne une petite technique. Quand tu sers en décoration des noisettes, soit tu enlèves la peau déjà, tu la coupes, tu les fais déjà torréfier pour voir des noisettes déjà torréfiées. Visuellement, c'est plus joli. Puis en plus de ça, c'est du goût. Là, moi, je ne vais pas dégoûter parce que pour moi, elles n'apportent rien du tout. Oui, elles sont crues. Oui. Une noisette, mleha quand elle est torréfiée. C'est bon, ça.
لا بات صابا في ثلاثة يسمى شفت فيهم باللي نورمال ما صابا داروا اللي اعطوني وشي واحد الامل. À faire. 4 minutes, même pas. Impossible. En plus, avec une crème chibousse, t'avais le temps hein, de la monter ta crème chibousse. Tu montes, tu colles ta crème pâtissière à la gélatine et après tu rajoutes tes œufs. Hein. Toi, tu le fais avec des blancs neige ou avec une meringue italienne et tu le rajoutes. C'est tout simplement un jeu de texture et de température, la crème chibousse. Ça fait partie des crèmes de base. كي كنا نشوفو قلنا فريد يعرف يدير المحاجب كنت خير منهم في لوجاس بروفيسيونيل لاباط كي فوت عليك لقيتها شويه بصح جينيرالمون لاباط تخدم بالزيت تخدم بالزيت تكون زايده زيت ما تكونش طريه جاريه خلاص وما تكونش قاسحه كيما شفتها قبيل ميزاباغ يعني لاباط كلش سامبل انا تمنيت كي كملت البلا عطيتهم يقولوا واش يحبوا وهبه سفيان سامي وفريد غادي نختاروا شكون اللي غادي يخرج ان شاء الله ونقول لكم ان شاء الله اوكي اتو تويت بسم الله شيف سمية شيف حكيم صعيبة صعيبة والله غير صعيبة صح. ماشي سهلة باش نختاروا ترى اليوم غادي يخرج واحد ولا وحدة صح كاين فرق بين البارح واليوم شيف سمية أنا سبت لو كوبل دركا بداو يدخلوا في لا كومبيتيسيون ميم لو كان الراجل هذاك يعاون لي مرتو بصح لا كومبيتيسيون سي لا كومبيتيسيون اتونسيون لا كومبيتيسيون بداو يدخلوا في لا كومبيتيسيون البارح انا شفناك C'était chouette, chouette. Hein. Le Maroc était au-dessus du mari. C'est là, mais quand je n'ai pas de pitié. Juste pour juste de Exactement, ça change de bête. Le Barak, je suis kiff-kiff. Le Lyon, je suis kiff-kiff. Ou je suis le Joker. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Oui. Ça va être le niveau. Je vais vous dire. Je vais vous dire. Bien sûr. Bismillah, je vais vous dire. Bismillah. وهبة سفيان سامي فريد بسم الله تفضلوا
فريد، سامي، سفيان، وهبة. بون بسم الله، اللي غادي نعيطوا له ولا اللي غادي نعيطوا لها راه ربح دوفيس وغادي يمشي للكونفيسيونال ان شاء الله. سفيان غابو سفيان. سفيان الأول اللي روح لمنطقة الأمان، يستاهل المرتبة الأولى. يدرى إذا راح يكمل المغامرة مع مرتو. زوج ولا الزوجة اللي غادي تربح درك ولا اللي غادي يربح غادي نقول له سميته ويمشي يغجواني سفيان إن شاء الله. مهم الزوج ولا الزوجة عنده اي ان دومي بوان بارابور او برومي. ان دومي بوان، ان دومي بوان سي ريان دي تو. نقطة يعني ماشي حاجة. ورقة نتاع محجب. ان دومي بوان سي اون فاي دو محجب. وهبة. انا وسفيان خرجنا حنا الاولين وانا فرحت بزاف كي عاد المستوى تاعي قريب بزاف المستوى تاع سفيان. الحمد لله. بروشان زي بروفو واحد ياسير يا ما فهمتش علاش جيت خير مني باسكو طيب خير مني ريسيت الحاجه بخير منها وشكون هو الشيف جبتهم خير منك دونك ما تقدريش تزيدي تهضري على الحاجه. سامي وفريد تماما التويلة. سامي انت استعملت اليوم جوكر عاونك في الوقت وعيط لي باش نعاونك. عرفت بكل صراحة قلت نخرج انا الاول. ما تنساش لا بروميير ايبروف انت هو اللي كنت التالي. حنا نديرو في لي بوين في لي بوين زيدو لي بوين تاع لا بروميير ايبروف ولي بوين تاع دوزيام ايبروف باش تكون ايكيتاب. سواء فريد ولا سامي. فريد انت الوقت اليوم ما جاش معاك. اللي يربح فيكم غادي نقول له السميه تاعه ويمشي يشوف سفيان وهبه في لاصال تاع لي كونديدا. غادي نقول سميه ان شاء الله هاد السميه ربح. سامي والله يقدر اي واحد يخرج كما قالوا الاخرين يخرج خرجه من القصب اي واحد يقدر بالك يتكاليفيا زهر 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 حتى يلقى روحه في لا فينال. وانا كنت راح نتكاليفيا زهر 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 ومن بعد خرجت اليوم. ان شاء الله. خلاص علي سي باغي. علي
السلام عليكم. بلا امان. بون شتو الاول سيرو هكا واحد سيرو السكر وشويه تاع الماء وشويه تاع لو تان زعتر ها ولا شويه تاع النعناع كانت تما النعناع ويخليه يتبخى على خاطره ويدير فيه هذاك اناناس وهذاك الفريز ما يعطيش البنه هذاك الشيء يعطي البنه ها هذه هي لاستيس قعدوا معايا قعدوا معايا بصح كان اول حاجه اشكون هو الشيف انتوما حنا ولا هما ما نعرف التقييم تاع نهار اليوم المحاجب فريد تحصل على 3 نجوم ونص سامي 10 نجوم وسفيان 13 نجمة ونص وهيبة 9 نجوم وبما أنه التقييم النهائي هو حوصلة الكباب والمحاجب يكون بهذا فريد تحصل على 10 نجوم سامي 15 نجمة ونص سفيان 23 نجمة ونص أما وهيبة 23 نجمة ويكون فريد هو اللي تعرض للإقصاء وغادر المنافسة في الحلقة القادمة من شكون هو الشيف متنافسين جدد يدخلوا المسابقة في موضوع جديد اللي هو البرجر حسام حكيم شعيب ونجيب رايحين يدخلوا في تحدي صعيب وين نشوفوا هذه الأكلة السريعة تتحول إلى أطباق مذهلة منافسة حاسمة وين حنشوفوا قلب الموازين واحد فيهم استغل اختصاصه كباتيسيه ودار برجر مالح وحلو وكاين اللي نسى روحه باللي راه في بلاتو شكون هو الشيف وعن باله راه في مختبر كيميائي وتلفها لجنة التحكيم يا درا شكون فيهم اللي ما راحش يكون في مستوى هذا التحدي ويدي شوكير